فاحنا عايزين اول حاجه اللقب. ما بقولكيش قولوا له يا سي السيد، ولا بقولك قولوا له يا استاذ فلان ولا بتاع، انت عارفه تقولي له ايه، فقش تقش اي حاجه بقى، المهم ان كل واحده تختار. وانت نفس الكلام، فحضروا ديت، لان انا هعدي على الورشه ديت وهشوف الاسامي ما بين كل زوج وزوجه اللي متاح ان احنا نشوفها، اللي متاح. وده يبقى الاسم المتداول. ايه فايده الاسم دوت؟ اسم الدلع او اسم الرقه. في اسم في وسط العيال، وفي اسم بنقوله وقت المشاكل عشان يعني ايه لم الدور، لم الدور علشان ما ايه الدنيا بتطلع بره اطار وفي اسم بيتقال في وقت العلاقه الخاصه، او اسماء بقى براحتكم. المهم يبقى في اسماء مهمه، ما بقولكيش تم، لكن ده جوه، بره البيت كامل الاحترام، كامل الاحترام. متخانقين محدش عارف، ما حدش عارف، ده جوه الاوضه ومقفول، ولا الصاله تطلع، ولا الريسبشن يعرف، ولا العيال يعرفوا ان في اي حاجه. يجي ضيف ما فيش اي، تمام. وبعدين جوه الاوضه نصلح، وده اصل من الاصول. فاحنا عندنا اسماء، اسماء وفي الوقت العادي اللي بناديه بيه وهو طالع وهو داخل الاستقبال الرسمي، في اغنيه واستقبال رسمي بيتقال للزوج وهو جاي من الشغل، ماشي، يعني في توديع باللانش بوكس والسندوتشات، وفي استقبال رسمي. فكل واحده تحضر النشيد والاغنيه اللي هتقوله هي والعيال، وهي بتستقبل جوزها. اه التوديع ده استاذ عمر لا يا هو ما تنساش العيش والزبادي وانت انا هقول لك نوايا على موضوع كيس الزباله ده، ازاي انت تنويها. يعني اولا حمل الاذى عن البيت ده شيء طيب. انا لما رحت قطر زياره لزوجي، طب احنا هنا اللي شايلين الدنيا والعيال، رحت زياره والكلام ده، فمطلعين بقى متعودين مطلعين. يقول لك لا 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 رايحين فين؟ قلت له ايه؟ لا لا مفيش حريم بيطلع. قلت له مفيش حريم هنا بيطلع، خد الدنيا. يعني بتبقى لها نوايا، لكن الاستقبال والمروح ده شيء اساسي. وهنعمل صوره مثاليه دلوقتي حتى لو مش هننفذها. بصوا اسمعوني كويس وبصوا في وشي كويس وانا بقول الكلام ده، عشان شغاله على اللاوعي بتاعتي. مش شرط اللي انا بقوله النهارده يتنفذ 100%، بس حط في دماغك انت وهي خليه ان في السمت ده، في الحياه دي، في حد ممكن يعيش باللي احنا هنقوله النهارده. مثالي او مثالي، بس في ناس جربوه. طالما غيري بشر، انسان جربه ونفع، ما ينفع. عمرنا 20 سنه جواز، الف نهار مبروك. احنا كام سنه دلوقتي زواج يا امي؟ يا نهار ابيض، احنا داخلين في الفاضي. لا محمد 24 وفي سنه عقد، ما ننساها ليه؟ سنتين بتاع 25 سنه. يعني يوبيل الفاضي لسه. فانا اقصد ايه؟ انا اقصد ان يبقى حتى لو انا مش هجيب ولا في دماغي ان الامر ده هيتحقق قوي، انا كزوجه شفت فيه صوره مثاليه فالمخ كده. ودايما بتوع علم النفس والاطباء حتى الاداريين، ما بيجي الاتش ار في اي شركه ولا يجي يشتغل على ايه؟ على الصور، اعمل كذا وسوي كذا، يحطك في الفعل خلاص انت صدقت. المخ بيعمل كده. في ناس جربت الكلام ده ونفع. 20 سنه جواز، 10 سنين سنه زواج، هنديهم هديه النهارده. الخمس سنين زواج هم لسه في مرحله لعب الكوره، يعني مش مشكله. وحتى اول 3 سنين زواج. الامر ده سهل، ومش عايزه حد يستصعبه، مش عايزه حد يبقى قلق كده. ليه؟ لان غيري جربه، غيري ده ما عندوش مخين ولا لا، غيري ده ما عندوش قلبين وانا لا، ما عنده قلب وعنده مخ زي وعنده زوج وعنده كذا، للرجال وللنساء. طيب يبقى اول اصل الاحترام والتقدير. الاحترام والتقدير احنا بنمثله كده، زي يتحط هنا كده، واحفظوا الامر ده. لو ما تمش عند الراجل يحصل عنده غضب شديد وتزداد سلطته. قول لك ده نرجسي طالعين في الايام دي، ولا نرجسي ولا نيل، راجل غلبان. قول لك ده نرجسي واناني وابن الذين، ويبص الايجو طاووسي اهو، انا عرفت ان الراجل ده طاووسي، انا والباقي كتاكيت، انا ومش عارفه ايه. هو غضبان، ازدادت السلطه عنده بسبب ان مفيش احترام وتقدير، لا جوه البيت ولا بره البيت، لا بره ولا جوه. حتى لو لسانك صمت عينك ذات نفسها، يعني ممكن في اذى ما بيبقاش بالكلام، بالبصه كده. يقول لك شاف في ايه؟ مش انا طالع كويس؟ داخل في حاجه مصيبه حصلت، انت مال وشك عامل كده ليه؟ او تعمل حركه كده في وسط اهله، في وسط اصحابه، او في الشارع او بتاع، هو فهم خلاص، ما هو قريكي بقى وفاهم. ونفس الكلام عندك.
خليكي وتبقي عامله ومجتهده ومش عارفه ايه وجايبه له وعامله العزومه وجايبه له الناس واهله ورافعه راسه، وبعدين يجي يعمل لك كده، او يجي مثلا من النوع اللي بتاع ما صحتش ولا مش هيقول بس كده. ففي اذى، راح الاحترام والتقدير عند الرجل يبقى غضب وسلطه، ونحفظ الكلام ده. والغضب والسلطه ده شيء عار الا اذا كان حاجه صفه اساسيه، دي ناخدها في انواع الازواج بعد كده في حضره تانية. هي حاجه عارضه مش اساسيه،